هلا والله بالشباب، حياكم الله. فيديو جديد لعبة مودرن وورشيب، مستمر وياكم بالتحديث ولسه ما كملنا الغراض مال تير 3 بالتحديد، لكن مشاركة لعشاق القطعة الصينية وبالتحديد أكيليان الصينية اللي ناس اعتبرتها واحدة من أفضل المدمرات باللعبة. ماذا حدث لها وشنو صار لها وشنو تشكيلاتها وإمكانياتها، وراح نختبرها بالأونلاين كذلك. بدأنا صار 455 ألف، لم تخن الذاكرة، زاد قليلا بدنها، مو هواية بس مقبول. سرعتها ومناورتها جدا ممتازة مع حجم السفينة 26 ب 12، رادار 8.8، السونار 1.6. تمتلك 3 صواريخ وحطيتها تامكة، مدفع رئيسي مونراك، ومدفعين مغلقات تايب 79 مع راجمتين مروحية، وكذلك الدفاع او مدفعين اوتو، ومنظومة الصواريخ اتش كيو بعيد المدى الصاروخية المغلقة مع دفاعين كاربون. يعني سفينة ناقصة بس توربيد وتكون يا إلهي الأفضل بهن، لكن الأونلاين راح يحكم. ليتس جو. أوكي يا شباب، طيارة مروحية. ول 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 مدفعها يا أخي، الصوت مالته حلو. لا 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 لا، خليني اكشف المروحية مالتي. الله، هذا هو القطعة كشفناها. وين الصيني يجيب لي اياها؟ بلغراد لقد وقعنا في الفخ. وال 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 يا فراج، ولي الإمكانية. لحظة، شكل حامل هنا أنا. دمشته دمشته، لا قدامي قلتش. شوف السرعة شوف السرعة شوف السرعة. جلدك جلدا مبرحا. ضيم سوف تموت بعد قليل. راح ودع، راح ودع. بقى بالبلوغراد. ها ولد ولد، مات 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 مات. What? What is this? What is this? راح سلم لي.
ابو بيوغراد باق معذب الجماعه، والله انه معذبهم. هذا خطيه، راح مليون جايبه، 1.8 مليون جايك جايك. مشكله البيوغراد انه اكسجينها قوي، يعني انت لازم تكافح هذا الشيء. باق ابو الحامله قدامه. زين انا احاول اوصل، والله سرعتها رهيبه، سرعتها والمناوره جدا رهيبه. امكانيات امكانيات كبيره. نعم انها الكليان يا الساده. امشي 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 امشي، يوصل اوصل 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 الهدف. خلينا نجيب هذا بشكل صحيح. جبنا دم جيد، ولوت سريع، الضربه الثانيه حلوين. اخر ضربه يطشر شويه الايم، ممتاز. استمر يلا دفاعات. جانب سايدون، بس هذا ما يفيد بكل شيء. نسوي هروب جماعي. اها اها يا لهوي، لقد وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ. يا إلهي، 1,367,000 يا إلهي. هاي مو سفينة، هاي ضيم، هذا جيم ضيم، والسفينة ضيم، ووضع ضيم، وبالبلوغرات ضيم، وكل شيء ضيم. وحبيبي والله كيليان، ويا التشكيلة الله. خلي مروحية عوفوها، انسوها، حطوا كمية مروحية للكشف. بس هاي الميكس وال، صراحة ان كيليان روعة 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 روعة. لو كانت تمتلك توربيدين، افضل مدمرة موجودة، تفوق على السي ان تايب 55 بامتياز، تفوق حتى على السورد شيب. لكن حاليا هي روعة للناس اللي تاخذها، روعة. خلينا نشوف ايش السعر كيليان بالسوق الحرة بشكل سريع. كيليان 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 وين كيليان؟ 401 ارت كوين، الله يديمك يا الرخص. 400 ارت كوين تجيب لك هكذا سفينة بامكانيات عالية، سرعة، مناورة، تسليح. شيء جميل صراحة، شيء جميل. فأنا من الناس اللي انصح بها بعد البف وبعد التجربة، انصح بها كثيرا هاي القطعة للناس اللي تحب السرعة والمناورة مع كثافة نيران. ومدفع تشوفون سبام خرافي، مدفعها الخاص ودمجة مقبول. فالرأي الأول والأخير لكم بعد البف، هل عجبتكم القطعة أم لا؟ لا تنسوا لايك المشاركة، وفي أمان الله.